كل هذه الجهود، حيث تسعى الدولة لحشد كل الإمكانيات والموارد المتاحة للتوسع في الاستثمارات العامة، والتي زادت بما يتجاوز 7 أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021 لتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في كافة القطاعات. وجاءت المبادرة الرئاسية بتنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري، مبادرة حياة كريمة، التي تستهدف تغيير وجه الحياة إلى الأفضل لما يزيد عن نصف سكان مصر في القرى والريف، وهي تجربة تنموية مصرية خالصة تعد أكبر المبادرات التنموية الشاملة والمتكاملة في العالم، سواء في حجم مخصصاتها المالية أو في حجم المستفيدين منها. الحضور الكريم، نتج عن كل هذه الجهود العديد من المؤشرات الإيجابية، خصوصاً في ارتفاع معدل النمو وتراجع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم، وهي ثلاثية يعلم الخبراء الاقتصاديين والمعنيون بالشأن الاقتصادي صعوبة تحقيقها معاً، إلى أن ظهر تحدي جديد تمثل في جائحة انتشار فيروس كوفيد-19، وكان لجهود الإصلاح التي أنجزتها الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة الفضل في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة هذه الجائحة. لذلك حظيت التجربة المصرية في التعامل مع الجائحة بالإشادة الدولية. ندرك تماماً إنه لا يزال أمامنا تحديات أخرى نعمل على مواجهتها، منها ما رصدها التقرير بالفعل، وفي مقدمتها قضية تغير المناخ وقضية النمو السكاني الذي يزيد الخلل بين حجم السكان والموارد المتاحة وينعكس سلباً على نصيب الفرد من عوائد التنمية. واسمحوا لي أن أشير هنا إلى أن هذا التحدي يعد اختياراً للشعوب، اختياراً بين مستقبل تتزايد فيه معدلات الإعالة ومن ثم تتسع الفجوة بين الموارد واحتياجات السكان وتتراجع عائد الفرد من ثمار التنمية، ومستقبل آخر يراعي هذا التوازن المنشود يتمتع فيه كل طفل يخرج للنور الحياة بفرصة مناسبة في الحصول على حقوقه، سواء في التغذية أو الخدمة الصحية أو التعليم الجيد أو السكن اللائق، وهي جوهر حقوق الإنسان الأساسية. السيد الرئيس، الحضور الكريم، إن ما استعرضناه سوياً من مسيرة عمل وبناء رصدها التقرير بشمول وسط بيئة لم تكن هي المثلى، يجعل من هذا التقرير وثيقة تؤكد الإرادة المصرية